ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد وعظمه جديده وحاجات جديده وحاجات كتير قوي. المهم قبل ما نبدا فكره الفيديو النهارده، لو انت اول مره تشوفني وتشوف القناه، بالله عليك يا اخي اكبس زر اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس، ادعس السبسكرايب كده، ادعس عليها قبل ما انا هقع من على الترابيزه دي. فكره فيديو النهارده بكل بساطه ان احنا معانا تحدي يس اور نو تشالنج. هو تحدي مشهور قوي، قلنا ليه ما نعملوش بطريقه عظيمه على اليوتيوب بما اننا ما بنهتمش بالتيك توك. ما علينا، ايه انا نسيت، معانا عبد الله الامور. انجز وقت الفيديو. انت خارج من طبق صيني من بتاع امي؟ والله ما عندها طبق صيني شبه ده. والله العظيم. والله العظيم. فكره فيديو النهارده ان احنا عندنا ورقه مكتوب عليها يس اور نو. يس نو. بص يا عبد الله، في حاجه مهمه. انا اخترت نو وهي في نو هتعاقب بيه، بس لو انا اخترت يس وهي في نو هتاخدها انا. تمام. يس اور نو. انا عايز اقول لك حاجه، انت مش واخد بالك منها. ايه؟ ان انت قالب الشاشه بتاعت الكاميرا، فانا كده شايف هي فين. خد بالك، حاجه تانيه ما قلتلكش عليها. تهالك يا ابني، ما انا عرفت هي فين، بس المشكله مش عارف انهي واحده يس وانهي واحده نو. انا ده في الكاميرا معكوسه صح؟ لا قلبتها ليه؟ طب رجعها تاني. يس اعمل لك ايه؟ مش انت اللي قالب لي وشك؟ كنت سيبها في سيفك. طب انهي واحده يس وانهي واحده نو؟ عادي بالك، فهم زبادي شيله وحطه كله على دي. نو. لا دي نو. خلاص انا اخترت نو. اخترت نو؟ هي كانت فيس. حجاتي. حطها في ركن عادي. ماشي يلا لف اهو. لا انا بنام بدري انجز. يلا خد بس، تعالى عايزك كده. راجل ماشي صبيح ومبدا واحد. طب انا عندي سؤال، هو انت ليه عامل خرم من ده؟ لا ده هي الكرتونه مقطوعه. يعني بتاعه الكرتونه. انت لو بصيت مش هتلاقي الناحيه الثانيه باينه. ما انا خدت بالي. سبحان الله. بص احنا نمشي بمبدا. بص عايز الشوره بتاعتي. انا كصاحبك عمري ما اخمك. ايوه هي موجوده في انت عارف ان انا صاحبك عمري ما اخمك. طب انا صاحبك عمري ما اخمك، وانا بحبك وانت اخويا. بص انا همشي بالمبدا اللي انا بمشي بيه في اي حاجه بحصل فيها في حياتي. حيدي بادي كوم زبادي شيرو حطه كله على دي. يا كتكوت وحسوب. هي كل الاختيارات وقعت على دي، يبقى يس. انا اخترت باختياري نو. يس. يس. مش تقول لي انها يس؟ مش تقول لي يا ابني؟ ما انا اللي قايل لك يا ابني. طيبني الاختيارات الغلط. خد بالك من افعالك يا عبد الله عشان هتاخد لفه ورجعه. جايب لك بصله يا عبد الله. يلا انا بقول يلا. طب بص بقى، عارف مسلسل شارلوك؟ اكيد اعرف. عارف بقى اللي هو الذكي يفضل بقى يطلع حاجات ويلاحظ؟ انا بقى هشتغل شارلوك. يا عم اتنين لما تجيب ربع ذكاوي الاول. ده طالع يقصف معايا، بس انا ما بعملش حاجه في كل فيديو غير ان انا بكسر ده. ما انا طالع مع واحد مهزأ. ما انا طالع مع واحد محترم. هو المهزأ بيحب يطلع مع المهزأ اللي زيه. طب هو قصف نفسه وقصف، مش مشكله. المهم دلوقتي شارلوك كان بيفضل يجيبها بذكاء، فديس ودي نو. الله. وانا حطيت لك فيس. قصدي وانت حطيت لي فيس اول مره، فاكيد تاني مره هتحب تغير وتحط لي في نو. لا الواد ذكي ولماح. وانا حطيت لك في نو، قلت مستحيل يعني يجي اتنين ورا نو ورا بعض، انا هقول كده واروح مختار ايه. المهم هي نو. انت اخترت. بص جايب لك بصله معتقه. شيل البتاع دي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ عندي فكره، ما تيجي نعد البصلات فيها كام خط؟ واحد اثنين. يا وقت الفيديو ده كده هينزل فيديو ثلاث ايام. يا ابني انا واقف جنبك، يعني هاتني من الجنب وانا مش باصص. كده من الجنب. في ايه يا عبد الله؟ يعني ناوي تكمل علامة؟ لا. يا ريت كفايه، لان اللي فات ده كله كان بيدفع في الارض، واللي اتدفع السنه دي في الارض. يا ابني بس ابويا بيتفرج على الفيديوهات دي. صرفك راح في الارض يا حاج. بيهزر يا حاج. ما بهزرش. صرفك راح في الارض. انا لو منك او ايده. يا ابني كانوا بيقولوا الحليب. ما فرقتش كتير انت وهم واحد. يلا. يلا. ايوه سمعني يا كرانشي. جاي بصبح ومس يا عم. طب احمد ربنا ما حطتلكش عليها سوس. انت هتتنفخ. انا هتنفخ. وريني اخرك. هات اخرك. انا استنى بس عشان شفت ده طلع بيه مش اوفر سايز. لما بعمل اوفر سايز كده بيرجع بسرعه. ده طلع ماس. اخرك هات. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لف لف. عيب يا ولد الكلام ده. لف. يقفني. هقتله هقتله هقتله. انا فك الكسر تقريبا. الحمد لله. اقول لك على حاجه، صدق افتكرت معاك كده. ها لا لا ما تفتكروش، تعالى بعد الفيديو. بص وي 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 وي. حاسس انها عبيط قوي بس هتجيب نتيجه. يا طلعت صح وانا كسرت الدفاع. وهنفخه هنفخه. تصدق انا غلطان، انا جايب لك شوكولاته. حته استنى دي بايه بس؟ سكر مسحوق حليب زبده كاكاو. يا ابني عايز حته. هتبدا تشرح لي المكونات. شوف مكوناتها يمكن مضيفه على الحبيب. لماذا نحن هنا؟
والله خصب فيه، جاب له تليفون بوكو ام اس فيه، المره اللي فاتت حط الجائزه فيس، فانا هحطها له فيس عشان هو اكيد مش هيتوقع ان انا حطيتها فيس. ايه يا لا تعب عد ورايا الشجر لخبطتني. ايه عد من الاول؟ لا يلا استخدم التعويذه هتجيب معايا. بصوا يا شباب، المره اللي فاتت حطها فيس، واللي بعديها حطها فيس، فاكيد المره دي مش هيجي يغير، حطها فيس. الاجابه الصحيحه، خلي بالك قبل ما تقول اجابتك، لو خسرت الفريق تزعل قوي. انا واثق من نفسي. اه الاجابه الصحيحه فيس. استنى كده. الاجابه الصحيحه نو. الاجابه الصحيحه فيس نو. يس نو. تحت في النص. هي في النص. التليفون بطاريته 6000 امبير، 128 رام 4. الله. طب اقول لك، طيب تعالى. طيب يا عم الثانيه بس افتحه اشوف. تعالى هقول لك. طيب يا عم الثانيه افتحه اشوفه. هقول لك بس بعد اللي بتاع. طبعا وقت الفيديو الناس يفديك نسيب الناس مستنيه. لما تبقى غني ومعاك تليفون زيي تبقى تيجي تكلمني. 2 ايفون وبعته وانا غبي في الحركه دي. انا عارف يعني كسب 2 ايفون. بص بيكسبني ايه؟ بوكو ام اس في ده، ده موديل سنه. مش عارف الصراحه بوكو ام اس، بس المهم يعني هنعرف بعد الفيديو. لف قبل ما اجي لك وعد لي ورق الشجر. قلاويص لسه. لسه الشجره دي لونها موف ليه؟ لفلي. لا حكيت لك حاجه حلوه كده. اه واقول لك مكان عشان تعرف ان انا اخوك. اي فيس. والله فيس، والله مكانها فيس، والله العظيم فيس الحاجه الحلوه اللي انا، والله العظيم فيس اللي انا حاططها لك. هو انت ما قلتش الحاجه الحلوه وانت بتحلف ليه؟ طب الحاجه الحلوه فيس. يلا. واي 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 واي. يخلص بقى ما تهمنيش يا ابني. يا ابني ورا. بس اعمل ايه؟ مش عامل حاجه بقى. تمام اختار يلا. بص كل مره بتطلع في نوم. يا ابني انا حلفت لك ان هي فيس. عايز اكتر من كده. طب سيبني اخد فرصتي. فاهم؟ ماشي. يعني احس ان انا عملت حاجه. ايه بالظبط كده؟ انت كل وقت تخطب لي في نوم. اما بدي اكيد هتزهق. البني ادم بطبعه زهاق. زهاق مش عارف. اي حاجه. يخرب بيت اللغه العربيه اللي ضايعه عندك. اللغه العربيه لو عيت فيها تفهم. اتفضل. انا هاخد يس. احسنت الاختيار. شعرك بس. شعرك. يا عم يا جاف ايه ده؟ لون حواجبي يا عم. تعالى لازم تلون الشعر. انا مالي انا بتيجي فيا ليه؟ خلاص يا رجل. لسه ما تلونش. بتلون. متلونش يا اسطى لسه. هو اصلا بيبقى خلاص في شكل بعد اذنك اللي بالكاميرا. عادل الامور اللي لون شعره قبل كده رجع تاني. اكبس لايك عشان انا لونت شعري. قوم اما تشوف الفيديو بعد ما لونت شعرك. تاني يا غبي. مش قلت لك مش هدخلك البيت لو لونت شعرك؟ عادل كان ناوي يروح النهارده. لا ما انا هعيش بقى، انا هقعد مع القطط في الجنينه بقى. لف لي انت يومك اسود. ما تعصبنيش. بقول لك ايه، التلج اللي انت حاطه في الفريزر ليه مش ساقع؟ مش ساقع ليه؟ انا مالي وانا التلاجه اسال التلاجه. يا اسطى التلج مش مساقع، بطلعه كده انت فاهم. ده العالم ده حقيقي ولا بجد؟ ده بدي. يلا ده انا هنفخه. هابقاش هنفخه. عادي. نعم. قلت لي حاجه حلوه ولا وحشه؟ ده انا هنفخه. مش هحط له حاجه. انت ايه مكسور؟ اختار. انا كده لو كانت فيس مش هشوفها حتى. والله يا ابو عبد الله قلت لك صرفك راح في الارض ما سمعتش كلام. لا اسمه ابو محمد، عندك اخ كبير. والله يا ابو محمد صرفك راح على الارض مش فارقه، الاثنين في الارض. نختار نو. اخر كلام او يس. اخر كلام او نو. لا انجز انا بنام بدري. او يس نو. يس نو. يس انجز نو. خد اللي في نو. انت ممكن تقفل عشان انا مش شايف النضاره بجد. خد النضاره. هو بيتهيألي بيتهيألي الهوا طيارها. اه كان في حاجة هنا. ايوه ايوه. ايه بقى؟ مش فاكر بس كان في حاجة. احس انت بتضحك عليا. انا وانت هو الكاميرا وما بتقولش ان احنا بنضحك. مش عارف الارض فين. طارت. عارف كانت ايه؟ ايه؟ كانت 100 دولار. دور بقى. فلوسي فين؟ خلاص بقى يعوض عليك ربنا يا عبد الله. هو طبعا يعوض عليا ربنا بس. فين ال 100 دولار؟ ما طارت. حطها في النص. وهو لما يجي يختار يس هقول له لا هي كانت في نوم. لما يجي يختارنه قول له لا كان في اس. يلا عادي يا ابني. انا الورقه دي شتمتني. خلاص يا ابني اخر مره شتمتني. يا عم يا ابني في فيديو. اتفضل. انا قلت لك المره فاتت مش هقولك المره دي معلش. مش هستخدم التعويذه وههبدها هي فيس. لا في نو.
ده في الاثنين. لا ما هي كانت في انا حطيتها على اساس اسالهم قلت لهم ايه؟ بصيت في هات الكيبورد يا اسطى. هي محطوطه هات الكيبورد ما تكلمنيش كده يا اسطى. هي محطوطه في نص. هي محطوطه في النص. ايوه ما انا قايل ان هي في نوع عشان كبيره. كنت حطيتها كده كانت طلعت وبانت. ماليش دعوه يا ابني. طب هي كانت مايله النو ولا لا؟ لو بصيت كنت هتلاقيها مايله النو. طب انا كانت محطوطه كده حساسي بالكيبورد كده. لا كانت محطوطه كده يا ابني. انا اللي حطيتها وعارف. هات الكيبورد. الكيبورد بتاعي فين؟ بتاعنا. ايوه ماشي. ما انا خلاص اخدته. اخدته مين يا وسع يا ابني؟ وسع يا ابني. انا اللي بختار ده بتاعي. ما جاتش صح اكسره والله. لو اتكسر هنفخه. تمام لف. انت خدت الكيبورد. انا هديك حاجه اجمل. واخدت الكيبورد برضه عشان تبقى تاخد مني الكيبورد عدل. صوص المحار الصيني اسوأ حاجه ممكن تاكلها في حياتك. بما ان دي اخر جوله فاحنا لازم نتغاشم شويه. نروح بقى نلف. بص انا مش هقول انا هشاور. ايه ده يا جاحد؟ لا تعالى مستخبي ليه؟ تعالى مستخبي ليه؟ اول حاجه مهمه جدا بس كده يا جدعان. لا مش بس لسه ما بسش يا جدعان. بص يا اسطى من حفر حفره عند اخيه وقع فيها. اتفضل بص افتح لك الغطا. يلا ريحته وحشه قوي والله يا جدعان. هي وحش. بص مش هقول له خد حته غير دي عشان بجد هي مقرفه. مين اللي اخترع ابن الجزمه ده يا ابني؟ بص بيقول لك مكوناته ايه. المحار زائد الماء زائد الملح زائد الماء زائد السكر. سكر وملح في ال سكرين شوت. يلا ابلع يا ابني. انت بتمسح بايه؟ ترجع احسن. المشكله يلا ارفع وشك لحسن الناس يقولوا تفيت. ابلع بس يا ابني. انت كل فيديو بتضرب يا ابني في بس يا جدعان. اتمنى يبقى الفيديو عجبكم. هجيب يا ابني خلاص. انت انا عارف انت مش هتقدر تقول بس كده يا جدعان. والله ما جاي. اتمنى الفيديو يبقى عجبكم. ما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس وتدوسوا اشتراك. تكتبوا كومنتات نفسكم في فيديوهات ايه وتحديات ايه. وشوفوا الفيديو الجاي فيها البتاع المقرف ده.